أخ بهاء، شو عندنا اليوم؟ اليوم عندنا حلقة، بس مش حلقة، اليوم رح نفرجيكم فريق زواريب بعيد الحب كيف بيكون، وأنا هيك رح أكون. كيف؟ احضر وشوف. خلاص اليوم قررت وعرفت شو بدي أشتغل، رح أصير دبدوب. آخ والله حلو شعور الدبدوب، نيالك ولحقوا على عبد شباب وعبد صبايا. ليك معلم أنا بيعني أول واحد، ها بيعني $50. يلا على الدبديب، يلا على الدبديب. عمر اليوم مختفي من الحلقة ومدري وينه، يمكن رايح يجيب دبدوب أو رايح يشوف حبيبته. عشان هيك أنا رح أنزل على الشارع وأسأل الناس. انت شو جيت لحبيبتك؟ والله حبيبتي اتجوزت. تجوزت؟ اي والله. انا بالنسبه لالي ما في عيد، كل يوم عيد. انا شو بتنبسطوا؟ شو بصير اذا صار معنا دبدوب؟ وين الفايده؟ لك ايه لامي اكيد، مين بيستاهل غير امي؟ على الفالنتاين اهديها دبدوب احمر ومع قلب احمر كمان. انا وياك نحتفل بعيد الحب. لا جيب لي بجامه حمراء. ايوه. يعني انت المجب ما اجاك شيء؟ لا والله لحد هلا. احمر اليوم لابس. انا لابس لك قديش عندي احمر؟ لابس بوكسر احمر. جبنا المدام قنينه عطور وورده ودبدوب هيك حلو. اكيد يعني في عيد حب، بس انا حبيته وتركتك. ايه. جبت دبدوب ولا ما جبتش دبدوب؟ ما جبتيش دبدوب بزعل منك، جبت دبدوب ما بزعل. لمرتي رايح اجيب لها هلا. عيدوا حب هاي الليلة الناس معيدين. لبسة أحمر على الفالنتاين. كل جبت لحبيبتك على عيد الحب؟ شو بدي أجيب له؟ كل خروف اللي بجيب. طب ما بيجوا الشباب ويقول لك أحلي لي أحمر؟ بلا، مرشلنا سبراي أحمر ومنقل لهم هابي فالنتاين داي. انا كتير بحب الاحمر والبردو والفوسيا، بس اليوم بقولوا اذا لبست اليوم بدي العالم تصير تتعلي عليه. اصلا كل يوم في حب، يعني هي وقفت على اليوم بالضبط. وكل يوم انا طلبت شغله واحدة امبارح، عم بقول لهم في وفاء. عمر مش مبين، وانا شفتوني شو عم بساوي بالفالنتاين. خلينا نشوف ملاك شو عم تعمل بالفالنتاين. شو عم نعمل بالفالنتاين؟ شو عم نعمل يا حمادة؟ كسر المخيم. بالمخيم يا كبير. هذا ابن اختي هذا، ما تفضلوا قول مرحبا للكاميرا. الشباب كيف الشباب؟ ها انا بدي امشي، ماشي عندي مشوار كثير كثير ضروري. يلا سلام. حبيب برن الحبيب. نصار شكله عنده موعد غرامي، حنكشفه هلا. نصار جابك. قلت لك عندي مشوار. وين رايح؟ قلت لك طفي الكاميرا. تعال شكله نصار قاعد بهالكافيه هو وحبيبته. يا نصار شو عم بتساوي هون؟ يا زلمة شو مالكم انت بتلحقوني؟ وين حبيبتك؟ وين؟ حبيبتي؟ زلمة جاي احضر الماتش. ما انا سنقل يا اخوي. وهيك شفتوا كل فريق زواريب شو سوى بالفالنتاين، وهي عبطة من فريق زواريب لكل الناس اللي بيتابعونا.